كنت عايز اسالك سؤال قبل كهربا ما يخش معانا، وكمان يبين الدور المهم جدا اللي كابتن سامي لعبه في حتى تهيئه الجو العام بالنسبه لفايلر، مدرب ما كانش عنده خبرات افريقيه، اول مره يدرب في افريقيا وفي مصر. اكيد انت نقلت له بشكل جيد جدا ريبورت، يعني تقرير صغير حتى لو شفهي بتقول له مستوى اللاعبين، وكان ده دور مهم جدا جدا يعني. هو فعلا هو ده اللي حصل، لانه وجه فتره برضو كانت صغيره بالظبط، كان مهم جدا اللي هو يعرف اللعيبه، مهم جدا اللي يعرف الاجواء، لان هو جه على بطوله السوبر على طول، حتى اماكن اللعيبه كان برضو ما عندوش ممكن تتفرج على فيديوهات كتيره او ممكن تتفرج على ماتشات كتيره، لكن برضو في ارض الواقع بتبقى لازم مهم ان انت تدي له كل معلومه عن كل لعيب، اللعيب ده بيتحمل ضغوط، اللعيب ده عنده خبره، اللعيب ده واعد، اللعيب ده يقدر يلعب في كذا مركز. يمكن احنا عانينا في ماتش الزمالك في الاول برضو في السوبر، كان عندنا اصابات لعبنا هاني في الحته ديت، برضو هو ما كانش يعرف ان هاني يلعب في المكان دوت، الحمد لله برضو كنا احنا برضو عاملين له تقرير نفس القصه يعني، فلحد ما عرف اللعيبه. وفي نفس الوقت برضو الادوار، حضرتك عارف ان اوقات كتيره زي ما حضرتك قلت يعني ان اللغه نفسها بتبقى مهمه جدا طبعا. يعني ممكن هو ينقل حاجه بمفهوم لكن انا اقدر اوصلها بمفهوم تاني، ده مهم. اوقات كتيره هو يطلب مني ان انا اتكلم مع اللعيبه اللي بتبقى بره، اللعيبه اللي بتبقى بتسخن، اللعيبه اللي بتبقى مثلا عاوزه بس كمان ماتشين ثلاثه، فبقدر اكلمهم من خلاله. اصل ده دور مهم كمان. ده دور مهم يا كابتن، وحضرتك عارف طبعا ان ده الجهاز، ما ينفعش المدير الفني بيعمل كل الادوار، مش هيقدر. انما دلوقتي الجهاز ده مهم، ده بيساعد كل واحد بيشتغل في حته، واحد بدنيا، واحد نفسيا، واحد بيساعده خططيا، واحد مثلا بيديله تصور للفرق الخصم، لان برده كان اول ما جه برده مهم جدا. لحد دلوقتي احنا بنعمل بعمل له تقرير لكل مباراه سواء افريقيا اللي قبله هو ما يعرفش مثلا فرقه اسماعيلي، ما يعرفش فرقه المصري بتلعب، فرقه دجله كان برده هو اتفاجئ فيها لما قعدنا نقول له مثلا دي فرقه من الفرق المميزه اللي بتعمل بيلد اب كويس، بيبني كويس، مهم لو كده حب انت تضغط عليها مع فيديوهات. برضو نفس القصة أحمد سلمان بيعمل دوره، راجل مميز في تحليل أداء برضو، فالحمد لله أعتقد اللي احنا بنعمل دورنا، ولأن ده الطبيعي يعني. إيه أكتر حاجة كانت عاملة حالة قلق أو عاملة إزعاج للجهاز الفني في الموسم الحالي؟ لا الحمد لله ما الحمد لله. غير جائحة كورونا؟ لا الحمد لله الامور كانت ماشيه كويس، لان النادي الاهلي نفسه بيساعد اي مدرب لنجاح، وده ميزه يعني اعتقد كل المدربين اللي اشتغلوا في النادي الاهلي اجانب مصريين عرفوا كده. وممكن ناس كتير عانت لما خرجت من النادي الاهلي عشان تمرن فرق ثانيه، عانت لان بتلاقي المنظومه مختلفه وتفكير مختلف، لكن اعتقد النادي الاهلي بيوفر كل عوامل النجاح لاي مدير فني او اي منظومه، فالحمد لله اعتقد ان السنه دي الحمد لله كانت الامور ماشيه كويس.